تحياتي لكل عم بتابعونا عبر موقع الفن بفقرة توافق الأبراج مع بعضها. واليوم وصلنا لعند مولود العذراء والجوزاء، بيجمعهم عطارد وبتفرقهم التعقيدات المالية والحياتية المفتعلة ضدهم من أقرب الناس. شهر ديسمبر يعتبر هو الأفضل للطرفين إن كان للتصالح أو للبدء بأي خطوة أمامية، يعني الشهر اللي نحن فيه هلأ مناسب للطرفين للتصالح وللتقارب مع الشريك. اضلكم بألف خير وباي باي.